من هونغ كونغ إذن إلى أفغانستان، حيث تبنى تنظيم داعش التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة ما يزيد على 180 بعدما استهدف انتحاري حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول. جاء الهجوم الذي وقع مساء أمس في الوقت الذي تحاول فيه حركة طالبان والولايات المتحدة التفاوض بشأن اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لقاء التزام طالبان بمحادثات أمنية وسلام مع الحكومة المدعومة من واشنطن. لكن مراقبين أشاروا إلى أن مثل هذا الاتفاق قد يعزز قوة داعش في أفغانستان. لقد فقدت الأمل، فقدت أخي وأصدقائي الذين حضروا لحضور حفل زفافي. الاحتفال بيوم الاستقلال لم يعد مهما بالنسبة لي. لا يهمني ما إذا كانت الحكومة سوف تضيء المدينة، إنها ليلة الاستقلال وهي مخصصة فقط للأثرياء الذين يحتفلون بها. للحديث عن هذه المسألة أرحب ضيفي عبر خدمة سكايب دكتور عبد الباقي أمين، مدير مركز قاصد للدراسات الاستراتيجية من كابول. أهلا بك سيد عبد الباقي. في البداية، يعني كيف تقرأ هذه العملية في سياق الصراع الداخلي بين طالبان وداعش في أفغانستان وفي ظل المباحثات لعقد اتفاق بين واشنطن وطالبان؟ نعم، في تقديري هذا الحادث يخدم طرفين في هذا الصراع، وجهة نظرتين. أولا، الحكومة الأفغانية هي التي تحمل طالبان، وهي ليست راضية بصورة حقيقية عن المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حركة طالبان، حيث رئيس الجمهورية اليوم قد حمل حركة طالبان أن هذا الحادث مع أن حركة طالبان قد نفت دلوعها في هذا الحادث. وأما الأمر الآخر الذي يخدمه هذا الحادث فهو النظرة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هناك وجهتين: وجهة تريد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، والوجهة الأخرى تقول بأن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان خطأ، وإن هناك جهات أخرى تهدد أمن والسلام في أفغانستان وكذلك مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور عبد الباقي، هذا الحادث يثبت اسمح لي ما هي تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان؟ هل ذلك يمهد لسيناريو حرب أهلية في ظل يعني عدم التوافق داخل طالبان على الحوار مع الحكومة الأفغانية المقبولة على واشنطن؟ نعم، إذا لم يصل الأفغان لحكم يرضى به الجميع من خلال محادثات الأفغانية فأكيد فإن بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان قد نشهد الصراع الداخلي في أفغانستان. ولكن المطلوب هو بأن بعد إعلان القوات الأمريكية بأنها تخرج من أفغانستان، من المفروض أن القوى السياسية في أفغانستان تجلس وأنها تتحاور وتصل إلى ميثاق مشترك، حيث أن الأفغان جميعا يقبلوا ببعضهم. نعم. إذا لم يتم هذه الخطوة فإننا قد نشهد حوادث أسوأ على أفغانستان. ممكن نعود. شكرا لك دكتور عبد الباقي. نعم. أمين، مدير مركز قاصد للدراسات الاستراتيجية، وقد حدثنا من كابول.